السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، درسنا لهذا اليوم استعمال الفعل الماضي مع الضمائر. مر علينا سابقا أنواع الفعل، وقلنا أن الفعل يقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني الفعل ثلاثة أقسام، وهو الفعل الماضي والمضارع والأمر. وقلنا أيضا أن الفعل الماضي هو ما دل على حدث أو فعل حصل في الزمن الماضي، يعني شيء حدث بالزمن الماضي انتهى. وأيضا قلنا أن الفعل المضارع هو حدث حصل في الزمن الحاضر أو المستقبل، يعني عمل يحصل في الزمن الحاضر حاليا أو سيحصل في المستقبل. أما فعل الأمر فهو يدل على طلب حصول الفعل. درسنا لهذا اليوم هو استعمال الفعل الماضي مع الضمائر. احنا أخذنا أيضا موضوع الضمائر، وقلنا أن هناك ضمائر منفصلة وضمائر متصلة، وأخذنا أيضا ضمائر المخاطبين وضمائر الغائبين وغير ذلك. اليوم نتحدث عن الفعل الماضي، كيف تتصل به ضمائر الغائبين. فهنا الفعل الماضي هو كل حدث أو فعل حصل في الزمن الماضي، يعني كل فعل أو حدث حصل في الزمن الماضي، مثل كتب. كتب هو فعل شو وقت حصل في الزمن الماضي، متى كتب؟ في الزمن الماضي. لاحظوا معي أيضا الفعل درس. درس هو فعل ماضي، متى درس؟ في الزمن الماضي. لعب أيضا هو فعل ماضي. الفعل الماضي عندما يكون مفرد، لاحظوا معي كتب درس ولعب. الفعل الماضي عندما تتصل به ألف الاثنين، هسه احنا هنا عندنا الفعل الماضي مفرد اللي هو كتب، منو اللي كتب؟ واحد. درس، منو اللي درس؟ واحد. لعب، واحد. زين، بالمثنى، يعني الفعل الماضي عندما يكون مثنى تتصل به ألف الاثنين. لاحظوا كتب بالمفرد صار بالمثنى كتبا، اثنين يعني اتصلت به ألف الاثنين. كتب كتبا، اثنين. درس بالمفرد، درس فعل ماضي بالمفرد، اتصلت بألف الاثنين بالمثنى درسا، يعني اثنين اللي درسوا. لعب فعل ماضي بالمفرد، اتصلت به ألف الاثنين صار لعبا. زين، هسا عرفنا الفعل الماضي إذا كان مفرد وإذا كان مثنى تتصل به ألف الاثنين، أما في جمع المذكر تتصل به واو الجماعة. كتب بالمفرد شو تصير جمع المذكر؟ كتبوا. لاحظوا هذه الواو والألف تسمى واو الجماعة، يعني شنو؟ يعني مجموعة. كتب بالماضي صارت بالمثنى كتبا، يعني اثنين. جمع المذكر كتبوا، يعني مجموعة. درس بالمفرد شو تصير بجمع المذكر؟ درسوا، تتصل به واو الجماعة. لعب عندما تتصل به واو الجماعة شي يصير؟ لعبوا، يعني مجموعة. وضعني. أما في حالة جمع المؤنث فتتصل بالفعل الماضي نون النسوة، أخذناها في درس سابق إذا تتذكرون. جمع المؤنث تتصل بالفعل الماضي نون تسمى نون النسوة، يعني تختص بالمؤنث. زين، لاحظوا كتب شو تصير بجمع المؤنث؟ كتبنا،
كتبن. لاحظوا هذه نون النسوة، كتبن مجموعة نساء. زين، درس صارت بجمع المؤنث درسنا، هذه نون النسوة مجموعة نساء درسنا. لعب شو تصير؟ لعبنا، اتصلت بالفعل الماضي نون النسوة. فإذا الفعل الماضي عندما تتصل به ألف الاثنين يكون مثنى، أما إذا كان جمع مذكر تتصل به واو الجماعة، وعندما يكون جمع مؤنث تتصل به نون النسوة. لاحظوا كتب بالمثنى كتبا اثنين، جمع المذكر كتبوا، وجمع المؤنث كتبنا. درس درسا بالمثنى درسوا، جمع المذكر درسنا، جمع المؤنث. لعب صارت لعبا بالمؤنث لعبوا، جمع المذكر ولعبنا في جمع المؤنث. والآن نأتي إلى ضمائر الغائبين اللي راح يتصل بيها الفعل الماضي. أخذناها إحنا في درس سابق وقلنا أن ضمائر الغائبين هو تستخدم للمفرد المذكر، هي تستخدم للمفرد المؤنث، هما تستخدم للمثنى، يعني مثنى اثنين المذكر والمؤنث، يعني إذا كان مثنى مذكر أو مؤنث شو استخدم؟ هما. هم تستخدم لجمع المذكر، هن تستخدم لجمع المؤنث. لاحظوا معي أعزائي التلاميذ هذه الأمثلة التوضيحية التي تدل على اتصال الفعل الماضي بالضمائر، وهي ضمائر الغائبين اللي تحدثنا عنها قبل شوية. زين، لاحظوا هذه الجمل. قرأ علي الدرس، قرأ علي الدرس. زين، وين الفعل الماضي؟ الفعل الماضي هو قرأ، واضح؟ الفعل الماضي هو قرأ. زين، خلي نعوض أو نخلي ضمير ينوب عن الفاعل ويتصل بالفعل الماضي. لاحظوا قرأ علي الدرس، شعوض مع علي؟ هنا الفاعل هو مفرد مذكر، وقبل قليل قلنا إذا كان الفاعل هو مفرد مذكر نستخدم هو، فقرأ علي الدرس صارت هو قرأ الدرس، يعني حذفنا علي وخلينا مكانه الضمير الغائب هو. زين، فصار قرأ علي الدرس صارت هو قرأ الدرس. شاركت فاطمة في المهرجان، وين الفعل الماضي؟ الفعل الماضي هو شاركت، واضح؟ زين، هنا الفاعل مذكر لو مؤنث فاطمة، فاطمة هي مؤنث، فإذا كان مؤنث إيش نستخدم؟ نستخدم هي، فنقول هي شاركت في المهرجان، يعني منو اللي شاركت؟ فاطمة شاركت في المهرجان، فهنا اتصل ضمير الغائب هي بالفعل الماضي شاركت. زين، رسم محمد وأحمد لوحة جميلة، وين الفعل الماضي؟ رسم، رسم فعل ماضي. زين، الفاعل محمد وأحمد شقد؟ اثنين، مثنى يعني. زين، إذا كان مثنى إيش نستخدم؟ نستخدم هما، فنقول هما رسما لوحة جميلة، يعني محمد وأحمد اثنين هما رسما لوحة جميلة. لعبت زينب وبان بالكرة، وين الفعل الماضي؟ الفعل الماضي لعبت. زين،
زينب وبان، مثنى مؤنث. إذا كان مثنى مؤنث إيش نستخدم؟ نستخدم هما، فنقول هما لعبتا بالكرة. واضح عيني؟ لاحظوا، دافع الحرس الوطني عن الوطن. الحرس الوطني هم جمع، وين بالبداية وين الفعل الماضي؟ فعل الماضي دافع، فإذا والحرس الوطني هم جمع، وجمع مذكر. إذا كان جمع مذكر شنو أستخدم؟ أستخدم هم. شو تصير؟ هم دافعوا عن الوطن. لاحظوا هنا الفعل الماضي اتصلت به واو الجماعة اللي تكلمنا عليها قبل قليل. واو الجماعة لماذا اتصلت بالفعل الماضي؟ لأنها تدل على الجمع. دافعوا يعني مجموعة الحرس الوطني دافعوا عن الوطن. حضرت الأمهات المهرجان، وين الفعل الماضي؟ الفعل الماضي حضرت. زين، الأمهات جمع مؤنث، واضح؟ إذا كان جمع مؤنث فنستخدم هن، ضمير الغائب هن، نحذف الأمهات ونخلي مكانها ضمير الغائب هن حضرن المهرجان. لاحظوا هنا الفعل الماضي اتصلت به نون النسوة. قبل قليل قلنا أن الفعل الماضي تتصل به نون النسوة إذا دل على جمع المؤنث، وهنا الأمهات هي جمع مؤنث، وتتصل به واو الجماعة إذا دل على جمع مذكر، وهنا الحرس الوطني هو جمع مذكر، وتتصل به ألف الاثنين إذا دل على مثنى. لاحظوا هنا زينب وبان هم اثنين يعني مثنى، اتصلت به ألف الاثنين. واضح عيني؟ والآن وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم. أحبائي التلاميذ، أتمنى لكم دوام الموفقية والنجاح.